هذه الثانية مقدمة من استديو النيران للعريس الغالي الشاعر أبو مقدام الخمري. فألف ألف ألف مبروك ودام الله السرور. مبروك مبروك لك يا أغلى عريس منا، لك يوم عرسك وفرحك يا العريس البار، لك يوم عرسك وفرحك يا العريس البار. مبروك مبروك لك يا العريس منا، على قناة لك يوم عرسك وفرحك يا العريس البار. يا العريس فيه تتبهى وتتغنى، ألقى فيها قبلي عزف الأرض والأوتار. عرسك أتانا وزاد وزاد فرحنا، لعرسك اليوم حل الأنس والأنوار، لعرسك اليوم حل الأنس والأنوار. قولاني تفرح وتتزين في عيوننا، والطير غطاك بعرسك من على الأشجار. صاحب الجيد أبو مقدام قدامنا، والمنشدين أنشدوا ولحنوا الأشعار. يا الشاعر الكوب لك الكل قد هنا، وهدوك باقات فيها الفل والأزهار. من داخل القلب والوجدان لك ينا، يناك عرسك عسى تحظى بخير الدار. أرض الغبر لحضورها اليوم تتمنى، أرض الغبر لحضور اليوم تتمنى، يسعد بعرسك جميع الأهل والسمار. بكل خمر في الطيبان يتعنى، يستقبلوا من أتى ويفقدوا من زار. من جودهم كل واحد صار يتمنى، أن ينسي باسم الأهل الخمر يا الأحرار. أنا أشهد الوصف ما هو كما قلنا، الأكثر أكثر ولكن عزة الأشعار. المعذرة منهم في الوصف قصرنا، لأنهم سادة الأجواد والأخيار. مبروك مبروك لك يا أغلى عريس منا، لك يوم عرسك بفرحك يا العريس البار. يا العريس فيه تتبهى وتتغنى، ألقى فيها قبلي عزف الأرض والأوتار. حصرياً على قناة عدنان الغزالي. محمد ويا أصلياً.
القصيدة كلها.